ومن جديد أسعد الله صباحكم أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد، وما زلنا متواصلين معكم بفقراتنا اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة الرشيقة لكن كاملة الدسم. الآن سننتقل إلى العمل التطوعي وفقرة المبادرات والأعمال التطوعية، ونتحدث الآن عن الجمعية الأردنية للعناية بالأسرة ورئيس الجمعية معالي الدكتور بركات عواجان القرامسي. أسعد الله صباحك سيدي الكريم، وكل عام وأنت بألف خير. الله يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، أضحى مبارك. وخلينا نتحدث بداية عن الجمعية، جمعية الأسرة. تعريف هيك سريع عنها، إمتى تأسست وشو بتقدم خدمات ومين الفئات المستهدفة فيها؟ ستي بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر حقيقة لكم كرم هذه الدعوة التي أتت فعلا في وقتها بالنسبة إلي، ونحن نودع عيد الأضحى، وأجد لزاما علي أن أهني الشعب الأردني وقيادته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين. وارتباط والرمزية، عيد الأضحى هي عيد الفداء والتضحية، ونحن نتكلم الآن عن العمل الجاد والعمل التطوعي من خلال الجمعيات. لذلك أشكر لكم هذه الإطلالة الصباحية لنلقي الضوء حقيقة على العمل التطوعي، وأقصد هنا العمل الجاد وثقافة العمل الجاد، لأن العمل التطوعي كما تعرفون هو أنقى صور الانتماء للوطن، لأنه بدون مقابل. بدون مقابل فهو عمل تطوعي، بالتالي من يعمل يريد به فعلا الخير ويرجي الأردن الوطن. الأردن حقيقة لو نظرنا له بنظرة خاصة هو قطع شوط طويل في العمل التطوعي، رغم أننا نتكلم عن دولة عمرها 9 عقود منذ تأسيسها، تنوعها التنوع الطائفي، تنوع الأجناس، تنوع اللغات، الثقافات، كان تنوع دائما إيجابي. نعم صحيح، يعني صب في المصلحة العامة، وهذا ما يميز ثقافات متميزة نعم ثقافات عديدة، ثقافات متميزة، لكن كلها صبت بإيجابيات كل ثقافة من الثقافات. نعتز ونفتخر بهذه الدولة حقيقة التي عبر 9 عقود مرت، ورغم الكبوات الكثيرة، ورغم أن موجودين في عين الحدث، في عين العاصفة، لكن الأردن كان دائما يخرج بقوة. هذا ما إجا بالصدفة، لأنه الشعب الأردني وقيادة الأردن الملك الأردني الهاشمية كان عندهم رؤية خاصة في العمل والعمل التطوعي وخلافه، العمل الجاد أقصد هنا. نعم. الآن لاحظوا بالخمسينيات والستينيات إخواننا من دول الجوار غلبوا القول والشعارات واليافطات على العمل. كان واضح جدا أنه ما حولنا من دول كانت تغلب القول والخطابات وكذا وكذا على العمل. إحنا أصحاب رسالة، عملنا وتكلمنا، كنا أصحاب رسالة واضحة لكن كنا نجيز العمل. لذلك أفضل مقولة هنا قالها الإمام علي، أنه إذا أراد الله بأمة أو بشعب أو بقوم الذل أعطاهم العمل القول وأبعد عنهم العمل. العمل إحنا لا، كان في توازن واضح قول وفعل. لذلك تلاحظ أن الأردن هذا الجزء الوادع من ضمن بحر متلاطم من الأحداث، ما كان ممكن يصير بهالسهولة هاي لولا أنه كان في وعي من القيادة، في تبصر وحكمة من المواطن، وكان في إنجاز. لذلك احنا دائما شو نقول، أنه النظام الأردني له شرعية الدين، شرعية دينية، شرعية تاريخية، وشرعية الإنجاز. الإنجاز ما إجا هيك، إنجاز إجا بعرق أبائنا وأجدادنا لما أنجزوا هذه الدولة الأردنية. يعني معالي الدكتور حديثنا الآن يصب بموضوع العمل الجاد، تحدثت الآن ثقافة العمل الجاد، ثقافة العمل الجاد الآن كيف تترجم من خلال الجمعية الأردنية للعناية بالأسرة؟ نعم. يعني هذا موضوع مهم جدا. نعم بتعرف حضرتك وبتعرف الأخت نسرين أنه القطاع إذا كان قطاع عام له مسرب عمل، قطاع خاص له مسرب، في عندك قطاع العمل التطوعي، لابد يكون العمل التطوعي له يعني مكمل القطاعات حتى نقدر. طبعا نعرف جميعا مؤسسات
يعني المؤسسات الأهلية التطوعية لها دور كبير جدا في دفع عجلة التقدم في البلد. هذا الشيء في الأردن وغير الأردن، لكن إحنا استغلينا أكثر من غيرنا، استغلينا بحكم بالبداية قلت لك التنوع الموجود عندنا، يعني في جمعيات شركسية تقوم بكذا، جمعيات الأردنية تقوم بكذا، جمعيات اللي عليها الصبغة البدوية تقوم بكذا، كل هذا استغلناه من أجل أن نكون في بوتقة واحدة، أردنيين جميعا في الأردن وثقافات مختلفة، لكن كله كمان كان عمل إبداعي وعمل تطوعي. ومجددا كيف أيوة ترجمة الجمعية أيوة الجمعية الأردنية لإعلان الأسرة نعم. تداعى نفر عام 2003 لرؤية معينة أنه إحنا يا إخوان بالعاصمة عمان. أنا قبل هيك بدي أحكي شغلة، أنه قمت ملتقى في مدينة معان، ملتقى ثقافي، لأني وجدت أنه معان تحتاج إلى مسحة ثقافية، تحتاج إلى دور ثقافة، فأقمت أول ملتقى قد يكون هو أول ملتقى من عهد آدم، عمره ما كان في ملتقى في معان. فمنذ أن وطأ آدم الأرض ما كان في ملتقى معان ثقافي. فعام 1992-93 أقمت ملتقى معان الثقافي، لأنه معان كانت تحتاج للثقافة. قبل ما تلتحق بالثقافة. قبل كنت أنا كنت الأول في أمور ثقافية كثيرة، فهمت كيف؟ فالواقع إنه رأيت إنه المجتمع يحتاج إلى الثقافة. لما انتقلت بال96 لعمان وجدت إنه الموضوع مش ثقافي في عمان، في جاليريات وفي مركز ثقافي ملكي، وجدت إنه الموضوع تفكك أسري. في تفكك أسري واضح. في آفات زي المخدرات، في كذا في كذا، فموضوع أسري. توجهنا أنا ونفر صحيح طيب من أبناء الوطن إلى إقامة جمعية تعنى بالأسرة، سميت الجمعية الأردنية للعناية بالأسرة، جناح اجتماعي جميل لرعاية قضايا الأسرة. من أي جوانب؟ قضايا الأسرة يعني العناية بالأسرة تكون من أي جوانب للجمعية؟ بالجوانب جميعها. ليش؟ صحية، تعليمية، قضايا بدي أحكي عنها. قضايا الأسرة، وأنا أقصد أسرة أقصد الطفل والطفل المعاق والكبير العاجز والرجل اليافع وكل الأسرة، ما قلنا مثلا لذوي الاحتياجات الخاصة، قضايا الأسرة كلها. قد نعمل مثل جميع الجمعيات كإنجاز، لكن نتميز بشيء واحد عن آخرين وهو حملة العطاء الشامل. لاحظي الشامل بمعنى كل ما يمت للأسرة بصلة بنعمله. يعني قضية صحية نعمل أيام طبية مجانية، توزيع أجهزة وكراسي متحركة وكذا زي غيرنا، بنعمل عدسات لاصقة، هذا كله بنعمله. بالمقابل جامعة الأمير رسولي مشكورة دائما تدعمنا بالحملة هاي. احنا الحملة الآن الحملة رقم 8، يعني عملنا 7 حملات. نختار موقع بالأردن، الموقع بيكون أقل حظا، ونذهب باصات 4-5 باصات، بنعتبره هذا اقتطاع من عمر الإنسان زي الزكاة. 365 يوم السنة بنعمل 4 أيام مجانا أو 3 أيام، نطلع أحد القرى وبعدد كبير أطباء ومهندسين ومحاضرين ونواب وأعيان، بنعمل شيء وكأنك في خلية نحل. وهذا على فكرة إعلاميا جميل. مش مسلط عليه إحنا، لأنه بنعمل شيء يعني مش للدعاية، مش للدعاية والإعلام، ولكن في نفس الوقت احنا بيهمنا عمل جاد. احنا بيهمنا لما يعني بنسلط الضوء على هاي الجمعية بالضبط، حتى نثير وتنهض الهمم بالضبط، وحتى برضه نعرف الناس انه في مراكز او جمعيات متطوعة بتقدم خدمات لهذه بالضبط. الفئات. فأخت نسرين، هاي النافذة الوحي، هذا النافذة قوية جدا لأربعة ايام، يعد لها من شهرين مسبقا. مثلا الان نسوي بالاغوار، شو حملتكم الآن؟ شو عنوانها؟ بالأغوار، حملة العطاء الشامل الثامنة بالأغوار. اخترنا منطقة الأغوار، قبلها كانت عجلون، قبلها معان، قبلها لا العطاء الشامل يعني مصطلح فضفاض الآن، فضفاض يعني كل شيء. أنا بدي أجاوبك، يعني الناحية الطبية قلنا بنغطيها. جامعة الأمير رسول الله تقدم لنا 10 كمبيوترات، وبيطلع معنا ورشة عمل يعلموا الناس على الكمبيوتر والنت، وبنخلي للجمعية اللي استضافتنا الموضوع هذا. بيطلع معنا مهندسين زراعيين يحكوا عن الآفات الزراعية، يعني شوف الثروة الزراعية نهتم فيها. برضو الثروة الحيوانية بناخذ أطباء بياطرة معنا، بيطريين بيتكلموا عن موضوع دور المرأة وحقوقها، بناخذ ناس تتكلم من النواب والأعيان عن حقوق المرأة. موضوع قانون الانتخاب الآن مثلا له حظوة عنا، يعني كل ما يخطر على بالك، يعني بجميع القطاعات ومناحي الحياة. لذلك نسميها احنا حملة عطاء الشاملة الثامنة، وهي على فكرة هي الوحيدة كجمعية اللي بتقوم بالعمل هذا، اللي هو 4 أو 3 أيام بنختار موقع وبننام عندهم حتى نحسسهم إن إحنا حاسين فيهم، وبنحس إحنا برضو بوجعهم. مين بيروح بسكر؟ بيروح ناس على فكرة بيوز، لو أحكي أسمائهم
بنروح عند دكتور يوسف الخصوص بقول له شو عندك، بقول لك انا بقدر اعمل عمليات قلب قسطره لاربع اشخاص، فلان بعمل كذا عمليات، بنحطه على ورقه وبروح هناك، مين مش مؤمن بنوديه على طول خط. يعني نعمل من الناحيه الطبيه والناحيه الثقافيه، وحتى جهاز الدفاع المدني بيطلع معنا بياخذ معنا الامبرانس والاسعاف وبيحكي لهم على الحروق واذا واحد سقط شو بنعمل، كل تفاصيل. كل قد ايه بتعملوا هاي الحمله؟ كل سنه حمله. كل سنه حمله. لحظه بس، احنا 2004 او 2003 احنا طمعانين انه يكون حملتين ثلاثه بالسنه، كل اربع شهور. لا استعداد بده شهور. يعني هو بتحدث عن حمله في استعداد مسبق شهرين استعدوا. بتعرف كيف القوات المسلحه تشارك في معرض حتى نزيد من الحس الوطني؟ القوات المسلحه بتبعث لنا معرض صور معركة مؤتة وكذا وكذا، الأمن على المخدرات. أنا سمعت اللقاء اللي قبل شوي، بيطلع معنا أحد الضباط بيحكي عن المخدرات من المعنيين، بكل آفات المجتمع، تفكك الأسري بيطلع معنا ناس بحماية الأسرة، كل شيء. دكتور بركات، أنت بتحدث الآن عن قطاعات يعني متعددة ومناحي للحياة، في كادر تنفيذي للجمعية لموضوع الاستعداد المسبق والتشبيك والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني مع الوزارات وأيضا المؤسسة العسكرية كما تحدثت وعرجت عليها بحديثك، هي في كادر تنفيذي؟ صحيح، هي علاقاتنا واسعة نوعا ما. رئيسنا وبسجير من خلالك والتحية هو دولة الرئيس، دولة الدكتور فايز الطلاوني هو الرئيس الفخري. نعم. الأعضاء الشرف لأن حفظ الألقاب طاهر المصري، عبد الرؤوف الروابدي، أمين عمان، يعني كل الموجودين كأعضاء شرف هم ناس متنفذين بحيث يساعدونا بالقيام بمثل هذه المهمة. هي مهمة كبيرة جدا ودائما بتكون برعاية إما ملكية أو رعاية سمو الأميرة بسمة أو رئيس الوزراء. يعني بنحاول نعمل شيء صح، في البداية بيكون في إحدى المواقع المغلقة أمنيا، لكن بعدين بننتشر بالقرى المجاورة بحيث أنك يعني شيء يثلج الصدر عندما تشاهد أن أعضاء الجمعية مع أهل البلد أو القرية بلحمة، وحتى المبدعين بناخذ معنا ناس بيعرف الشعر النمطي، إن وين في ناس ممكن ناخذه هذا نتبناه ونودينا مدرسة اليوبيل على سبيل جميل. بنعمل بحكي شغلات هي نظريا صعبة لكن بالواقع بنعملها، ونجد لذة دائما إذا بنعمل شيء للأردن. لذلك أنا تكلمت في البداية عن ثقافة العمل الجاد، أنا بدأت في حديثي من حديثك تكرس. أنا قاعد بحكي ليش؟ لأنه إحنا ما بدناش نحكي شعارات ويافطات وكذا. لذلك قلت لك إحنا ارتباطنا الأردن أو حتى أحد أسباب أن نجونا فعلا، أنا بحكيها على الملأ، نجونا من الربيع العربي لهذه الأسباب، وعي قيادي مبصر شعبنا وواعي، وان العمل الجاد، العمل الجاد لا ما بدناش ننكره ان اسلوب ثقافه العمل الجاد موجوده في الشعب الاردني، ثقافه رصيني موجوده ومتمركز باذهانهم، بحيث انه العمل الجاد هو الذي انقذنا. وقلت لك انه حتى بالستينيات وبالخمسينيات كان في هناك الصوت العالي في كل دول اللي حولنا اللي هي دول اقوى منا، مصر والعراق وكذا، لكن احنا كنا جماعه بنشتغل بصمت. هل تعتقد انه احنا الدور التعليمي واسلوب التعليم عندنا بيصل للمراحل هاي جامعاتنا او الطب والسياحه العلاجيه لولا انه اجتهدنا؟ لكل مجتهد نصيب. صحيح. لكل مجتهد نصيب. لذلك احنا ماخذين حتى بالعرف الديني انه اذا تعمل عمل اتقنه ولا لا، ولا تاجل عمل اليوم الى الغد. كل هذه القضايا الدينيه بتقول لك اعمل العمل، العمل المخلص والثقافة العمل الموجودة. هاي طيب تحدياتكم بالجمعية دكتور، يعني لابد هناك برضو معيقات صعوبات بتواجهكم بتشكل تحدي عندكم؟ شوفك أحيانا قد يكون الوضع المادي لأنه هي تطوع وكل عملنا من بحاجة لتنقل وكذا. الشركات الكبيرة في الأردن أحيانا وضعها بيكون غير متاح انه يعني يترجموا عمليا، فهاي الوضع المادي قد يكون هو يعني اكبر تحدي. اكبر تحدي لكن احنا بتعرف شو، احنا بنركز على استثمار العقول، استثمار الشباب، الطاقات الشابه، هذا هو الهدف، لانه نرى انه الغد المشرق امامنا. بدي احكي شغله عن مدينتي مسقط راسي بلدي معان. الان بتعرفوا انتم الملف الامني انتهينا منه لانه اصلا ما كان في ملف امني، 95% من ابناء معان كانوا مع الدولة وطول عمرهم لم يفرطوا بذرة تراب مثل أي أردني، لكن كان في فئة معينة كانت عملت إشكاليات. الآن ننظر إلى الملف الاقتصادي، لأن ننظر إلى الغد، ننظر إلى الغد المشرق. إحنا بدنا معان ترجع للمدينة اللي هي من البدايات، مدينة البدايات.
معان مش أي مدينة، إلها مذاق خاص، إلها هي العاصمة الأولى. هذه المدينة تستحق منا العمل الجاد، تستحق منا نوقف معها، لأن الآن في ملف اقتصادي لابد أن ينبني. يعني في دور كبير أيضا عليكم. طبعا إحنا الآن نركز أصلا في هذه المدن، وخاصة أني أنا مسقط رأسي وأعتز بذلك إن مدينة معان، فبالتالي عارف هم أبناء مدينة معان وعشت فيها وطر كبير من حياتي. يعني أنا طلعت من أصلا من معان بال96 97، بمعنى ما صار لي فترة طويلة بعمان، فعارف معاناة أبناء معان. بحاول دائما أنه نهتم في هذه المدن معان وشقاتها مثل الطفيلة مثل عجلون، لأنه هي المشكلة والمعاناة واحدة. لكن معان الخصوصية قد تكون أنها مدينة مغلقة بعيدة عن العاصمة، هاي الأمور جيوب فقر فيها جيوب يعني فقر بحاجة للتنمية. فنحن صحيح في الجمعية نولي اهتمام لمدينة معان اهتمام خاص. أولا رئيس الجمعية هو معاني بده يهتم في مدينته. لكن متحيز مداخلي هاي مداخلي مش، لكن أنا لأن حتى لو كنت ابن إربد أو ابن عمان بده يهتم في معان، لأنه معان تستحق منا العناية لأسباب كثيرة. هي نقطة البداية يعني معان، إذا نحكي عن العمل الجاد، معان العمل الجاد، معان الفتح سيدي، معان الفتح، معان الحميمة، بداية العباسيين، بداية الأمويين من معان، أبو موسى الأشعري وثبت صاحبي وثبت خاتمي وأنزعوا، يعني بداية إيش في مشاريع لتطوير كل حكم موجود هو كان من معان صحيح. الثورة العربية الكبرى شيء تنموي، إحنا بهمنا شيء تنموي. إيش في مشاريع تنموية مثلا بالجمعية ولا نعم. بمعان الآن تعرف أنتوا اهتمام في معان بموضوع الطاقة، الطاقة الشمسية، هاي مهمة جدا في معان. معان قد يكون نسبة إسقاط الأشعة فيها أعلى من أي نسبة ثانية، لابد من استغلال أكثر يمكن من 300 طاقة. يوم بالسنة في الشمس بالضبط. يعني مدى معان مدينة صحراوية الأشعة فيها ساقطة بطريقة جيدة جدا، ويمكن استغلالها، وقوة الرياح برضو قد تستغل بالطاقة. أيضا بحاجة لمشاريع تنموية كباقي المحافظات معالي الدكتور، توفر فرص عمل. يعني إذا نتحدث عن موضوع البطالة، عن موضوع المتعطلين أو خريجي الجامعات اللي ما بلاقوا فرصة عمل سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، يعني نوفر لهم نافذة خلينا نقول استثمارية أو تنموية توفر لهم فرص العمل بعيدا عن القطاع العام، لأنه في ضغط كبير جدا على القطاع العام. يعني حتى القطاع قد يفتح أبواب. وأنا أثناء وزارة الثقافة أنا عينت من أبناء معان نسبة جيدة في المركز الثقافي، لأن لا يعقل أن يكون مركز ثقافي بكلفة 8 مليون أو 9 مليون ويكون فاتح ما فيش فيه أي موظف. لما تعين 60-70 واحد، لو قست بالأمتار حطيت على كل 20 متر يطلع موظف واحد، فبالتالي حتى تنقل معان نقلة ثقافية جيدة. بس اختياره مع أساس الكفاءة ولا لأنهم من لا 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 الكفاءة لا لا وبدأ كمان البطالة تحل مشكلة البطالة حتى تنقل مدينة معان وتصير المنطقة بؤرة إشعاع ثقافي. لابد يكون في مركز ثقافي على مستوى، لابد يكون مستقل أصلا ماديا وإداريا عن مديرية الثقافة. يعني هاي الأمور كان لابد من دراستها صح. فبالتالي المركز الثقافي له دور كبير الآن بالتوعية، له دور بتعيين عدد وكادر يكونوا من أبناء المناطق كلها، ومش حكر الأبناء معان، لكن إذا كان بالمنطقة بظلوا يعني قد يكون يعني فاهم باب الأولوية كونها بنفس المنطقة ونفس المدينة، بفهم يعني بفهم معطيات المنطقة. لكن الآن في عندك مناجم الفوسفات فتح أبواب له، وفي يعني استوعب عدد لا بأس، البوتاس، جيفكو، كل هاي الأمور. يعني ما عليك الحديث يطول، والآن إحنا يعني ثواني قليلة بتفصلنا عن موجز العاشرة صباحا، ولا يمل من حديثك، وأكيد الحديث بقية إن شاء الله بحلقاتنا القادمة، وبتسليط الضوء أيضا على الجانب الثقافي بمدينة معان ومحافظة معان وباقي محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. صحيح هي شاكر لكم. أنا بعترف معان زي أي مدينة أردنية، لكن أنا بعتبرها يعني وسط العقد، بالتالي لابد من الاهتمام فيها حتى نمر، لأنه هذا ملف لا ملف مدينة معان هو ملف شائك. لابد إنه أشكرك شكرا لوجودك، أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية، كل عام وأنتم بألف خير.